يعني لو هو وصل لمرحلة فعلا حس فيها انه بيفقد امور كتيرة في حياته، وانه زي ما بيقولوا بيجيب قاع، بيفقد شغله وبيفقد بيته وبيفقد زوجته وبيفقد، فيبتدي يفهم انه لا انا واقع في ورطة. فهو عشان يخرج من الورطة دي بيبقى محتاج حد مساند ليه قوي. فالوصية او الحاجة اللي بننصح بيها في البداية نقول لها خلاص انت يعني الموضوع خلص وجوزته، فمن فضلك حاولي في الأول تقفي جنبه، اسنديه، لعل وعسى يكون فعلا هو عنده نية انه يخرج من المأزق ده، لكن مش هيعرف يخرج منه لوحده. هو بيجيله لحظة المدمن اعتقد، يعني بنشوف دي لحظة صراحة او بيفوق فيها وبيطلب ان هو يتعالج، وبعدين طبعا بيحصل سقطة تاني وانتكاسة، فاللحظة اللي بيطلب فيها ده هو اللي بيقول لها طب خليكي جنبي، طب انا عاوز بس مش قادر. بالظبط بالظبط، هي اللحظة دي اللي هي تستثمرها او هي تستغلها. محتاجة تكون نفسها طويل شوية، لان الموضوع برضو مش من السهولة. صح. انه نقول هننام ونصحى نلاقي نفسنا خفينا، الموضوع مش كده خالص. وعلى حسب كمان درجة إدمان، هو بقاله قد إيه بيدمن، والمادة اللي بيدمن عليها شكلها إيه، وهل بيدمن على مادة واحدة ولا كذا مادة، فدي كلها أبعاد لازم نكون حاطينها في الاعتبار. على فكرة في نماذج، ويمكن حضرتك عارف أكتر مننا، اللي بتبقى جوازات والزوج مدمن والزوجة بتعاني كتير جدا جدا جدا، لكن لما بيتعافى يبقى انسان ودود جدا، رائع، وزوج فوق الرائع، عاوز يصلح كل اللي بوظه، بيساند ناس كتيره تاني غيره. يعني اللي مر بالازمه فعلا في ناس بتتعافى وتخف على المدى البعيد، وده بيبقى سبورت لناس كتير تاني كانوا واقعين في الفخ ده، وهو بيقدر يسندهم بالتجربه. ياخد وقت قد ايه يا استاذ ايهاب؟ يعني لانه طبعا احنا بنشوف حالات هي مش بتستجيب، لا بتستجيب للمسانده عشان ياخد قرار العلاج، ولو لحظه صراحه ودوه مكان وابتدوا يسندوه ويصرفوا ويعملوا كل حاجه، هو اللي بايده كده بتحصل الانتكاسه ابشع من الاول. أيوه. ويبقى فيها بقى الاهانه والضرب وسرقه وكل طبعاً حاجه، يا دمار بيبقى للاسف. طبعاً. يعني ايه اللي بيخلي الواحد يقدر انه يكمل في الطريق ده؟ هي صعب، بياخد وقت قد ايه؟ وقت قد ايه ما نقدرش نحددها، دي بناء على قوه ارادته، هو عايز ده ولا لا. اقل حاجه ممكن حد يتعالج، حتى لو كان في انتكاسه، سنه مثلا ياخد عشان يقدر يخطي اول خطوه في طريقه في العلاج. ما اقدرش اقول لك رقم، لازم كل حاله ليها ظروفها على حسب مده ادمانه والماده المخدره بتاعته وارادته هو عايز يخرج ولا لا. وبعدين مش شرط في التعافي انه لازم يخش مصحه، المصحه دي بندخلها في مرحله متاخره شويه، انه مثلا يكون بيتعاطى مادة زي الكوكايين، مع الوقت بتخلي عنده نوع من أنواع تخليه شخصية شكاكة، يبتدي يشك في مراته، ويبتدي يتهمها اتهامات مش حلوة، ويبتدي يشكك في أن الأولاد دول أولاده. فالموضوع فالمنطق عنده بقي مش سليم. اي حاجه بتقول ندخل المصحه في مراحل متاخره، ليه ما ندخلش بالعكس؟ يعني لو دخلنا في مراحل بدري يمكن نلحق الموضوع قبل ما يتطور. ماشي اوكي، بس انا اقصد انه في حالات في بدايتها ينفع تتعالج وهي بره، لو درجه الادمان خفيفه يقدر يتعالج وهو بره، بس يكون عنده اراده انه يبعد عن الاصدقاء اللي هم بيعرفوه على الامور دي، ويبعد عن الجو والبيئة دي خالص، ويبتدي يمشي في سكة علاج مع حد متخصص.